My name is James Bode, and today we're talking about حرف السي في الانجليش. حلوة الدخلة دي ولا ايه؟ حرف السي في الانجليش من اكتر الحروف اللي بتحصل تقريبا في كل الكلمات في الانجليش. الحرف ده حرف شائي، وانا بصراحة انا مش عارف هما ليه سموه سي، لان في اغلب الاحوال في الانجليش بيتنطق كي. طيب، حلقة النهاردة هتقسم حاجتين. هنعرف حرف السي لوحده امتى بيتنطق سي في الانجليش او صوت السي، وامتى بيتنطق صوت الك، والجزء الثاني هنعرف فيه حرف السي لما بيجي مع حروف تانية بيعمل مزيج جديد مع حروف جديدة في الانجليش وبيعمل اصوات جديدة. يلا، انا قلت ان حرف السي في الانجليش نادرا ما بيتنطق س، وبيتنطق س في ثلاث اوضاع بس في الانجليش واغلب الناس عارفاهم، لما بيبقى جاي بعدهم الحروف اي او اي او واي. مثال مثلا مع حرف الاي كلمة زي سيل سيل، مع الواي في كلمة زي سايفر، مع الاي في كلمة زي سيري سيري. بيتنطق في بقية الاحوال او بعد اي حروف تانية غير الاي والاي والواي ك، كات، كول، كلير. برضو الحرف السي في الانجليش في الاخر لما بيبقى جاي في اخر الكلام بيتنطق ك، زي اتيك، ستاتيك، بيك، اللي يختصر لبيكتشر. تعالوا بقى نتكلم على حرف السي في الانجليش لما بيجي مع الاتش، تمام؟ وده اشهر مزيج بيحصل في الانجليش، السي مع الاتش. في الغالب دايما الصوت بيبقى تشا تشا، زي chapter، زي chat. بس احيانا الصوت بيبقى الشاه بس، ودي استثناءات، زي في الانجليش طباخ، اوكي، او طباخ محترف، ما بنقولش chef، بنقول chef chef. احيانا ال CH في الانجليش بتتنطق ك في كلمات زي chemistry اللي هو الكيمياء، وكلمات تانية زي archive اللي احنا بنقول عليها archief عندنا archive، مختلفة خالص. ها، احيانا كمان ال CH ما بتتقالش خالص، ودي نادرا بقى ما بتحصل في كلمات زي yacht yacht اللي هو يخت، السي ومعها سي تانية في الانجليش، وده صوتها بيبقى كس كس، يعني السي اللي قلناها بتتنطق ك والسي التانية بتتنطق س. accident accent succeed. وفي استثناءات، احيانا الاثنين سي بيتنطقوا كي في كلمه زي soccer، يعني الكره القدم في الامريكان انجلش. كلمه زي accuse، السي اي اي في الانجلش، ودي نطق بيبقى عامل زي شيه شيه، اوكي. appreciation appreciation، ده الصوت غالبا بس احيانا قليله بيتنطق سيه، زي نطق في الانجليش pronunciation pronunciation. احيانا كمان بيتنطق كده او كده، وده بيبقى فرق ما بين الامريكان انجليش والبريتش انجليش. associate، لكن في البريتش انجليش بنقول associate. السي اي اي ال بقى، وهنا الغلطه، احنا اغلبنا بيقول شيل، وهي المفروض تبقى شال، عشان كده مفيش حاجه اسمها special. special دي في محلات الكشري، في حاجه اسمها special. ما فيش حاجه اسمها social، في حاجه اسمها social. ال C I A N برضو بتتقال شان مش شيان، ودي ما بتحصلش كتير في الانجليش، بس من الكلمات المشهوره pediatrician، طبيب الاطفال. ال C I O في الانجليش غالبا بتتنطق شو في كلمات زي delicious conscious، لكن احيانا بتتنطق سيو زي علم الاجتماع في الانجليش sociology. ال S C في الانجليش لما بيتجمعوا على بعض بيتنطقوا في الغالب زي س حرف واحد، فبنقول muscle science fascinate. احيانا لما ال A بتبقى، لما ال S C بتبقى جايه في اول الكلام وجايه بعدها A، زي كلمه بتتنطق دايما سكا زي scatter، او جاي تركيبه S C R دايما بتتنطق سكا زي screen و scream. C K في الانجليش بتتنطق ك في كلمات زي acknowledge back flick hack. اخر حاجه معانا النهارده انا جبتها في الاخر عشان ما بتحصلش كتير في الانجليش، ال S مع ال C مع ال H في كلمات زي scholarship يعني منحة، او عنده انفصام في الشخصية اللي هي schizophrenia اللي احنا بنقول عليها schizophrenia. دايرين قوي ال S C H بتتنطق شا في كلمات بتبقى جاية من الالماني، زي كلمة schmuck يعني fool او غبي. والفيديو عجبك ما تنساش تعمل share and like. يلا سلام.